يقول: ما تفسير قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما؟ الذين يعملون السوء بجهالة يعني بحمق وعدم تفكير لعواقب السوء، وليس بالمراد الجاهل. الجاهل معذور حتى يعلم ويبين له، لكن جهالة معناها الحمق والعجلة. نعم.